هذا النزال، لكنه في ذهن وقلب الحاضرين في لقاء شباب الريف الحسيمي والكوكب المراكشي الذي أجري يوم السبت قبل إجراء اللقاء النهائي بين الرجاء البيضاوي وبايرن ميونخ الألماني. فريق الكوكب المراكشي كان الأفضل خلال هذا اللقاء، وهدد مرمى شباب الريف الحسيمي في محاولة عدة. وحدها الدقيقة 26 ستمنح هدف السبق، وهو هدف الفوز لفريق الكوكب المراكشي والموقع سفيان البهجة. فرحة مستحقة لعناصر فريق الكوكب المراكشي الذي قدم أداء جيدا خلال معظم فترة هذا النزال، مقابل ظهور باهت لشباب الريف الحسيمي الذي كان مؤازرا بجماهير غفيرة ومن مختلف الأعمار. هنا نتابع أخطر محاولة أتيحت لشباب الريف الحسيمي، ضربة مقص لأمغار تفتقد للدقة المطلوبة. باقي دقائق المقابلة شهدت ضغط الكوكب المراكشي الذي كان بإمكانه مضاعفة الحصة. 3 نقاط تمين للكوكب من خارج الميدان، رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المطاردة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.